السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. صباح الخير عليكم كلكم ما عدا هذاكي. هذاك الشرير ريال ميلس هناك، لا اتصلي ولا ياني ولا سوالي تليفون ولا تخبر عني. من الصبح أنا ميلسة ريا ولا يا، والبارح بعد يا ولا ياني. لا أنا ما أكذب أبدا، أنا ما أكذب. اللي يكذب حد غير ولا يندراب منه. هذا اللي يكذب، اللي يكذب يعرف عمره ويعرف عمره من استوى لين اليوم كذوب. ما حدا كذب عنه، يبى ياخذ تلفوناتي. يجيب تلفون حرامي بعد سرق سرق تلفوني. انا شكاي خيخ اثنين، خيخ تلفوني من شي سبوك. اخ عليك الصلاح البحث، خليني اترياك هالكثر ليش؟ قم امس السبت امس حبيبي ما بالخميس، امس السبت. زين اجازه انت في تداوم انت هني؟ محمل عليك كاشي؟ وين سرت؟ وين جيت؟ فلاح بس. انزين وبلاك اليوم ما اتصلتي تليفون؟ اثنين اليوم. وينو؟ تليفونك وين؟ اكو دقيت لي تليفون؟ ايه؟ يلا راوني. المقدمة انا؟ حد ابوي ماسح رقمي من عندك. انا ابوي اهل عداوة. وينو؟ يلا دق لي تليفون. ظهري الصبح دق 20 تليفون. ايه واسمه؟ حد يلا زين راوني. يلا حد ماسح تليفوني من عندك. هاي بعد سلطه جديده، موديل جديد. يلا وين؟ وين دق تليفون؟ وين تليفون؟ شو هذا؟ الو كيف تي؟ وليش مخزن اسمك؟ شيخ هذا عقوية الضيف الاتحاد مخزن اسمك. هو بلاهم داق لي من الصبح خير على الاتحاد. يلا بصباح الله خير. ايه انت حركات يا صلاح، حركات اختربت حتى انت غربوك. انا شو هذا؟ الحين زين بيت ما عندي اليوم، ما عندي، ما برقد الظهر حبيبي. اليوم بس اليوم اول يوم تصوير للفيلم. انا بنصور ما بتظهر في الفيلم. هذا ريال يتحرى الدنيا فوضى، يتحرى الدنيا فوضى. اي الضحى العالي ويخط فيه وما يتصل ولا يدق لي تليفون ولا يجيني ولا يحبني ولا حبني. اليوم بطوله ما حبني بطوله. اليوم من يا وهو اللي وايد بتليفوناته. حب وحده ما حباني، حب وحده، حب وحده ما حبني. صاوخ صلاح من ورا مسألة. زي بتروح حق بدري وانا راد انك عن تصير عن بدري. والحبه وين مات اليوم؟ وين هاي حبه لو رضه؟ حبه هاي؟ السلام عليكم. زين ليش سهران؟ انا اتيت فطور؟ انا كان بابا قارن اليوم. انا ما بدي اتسرد فطور كلاس. ليش؟ عشان هي سهران. بعدين هو ينجي على طول يفتح باب. وين بولين؟ وين بولين؟ بعدين صلاح خلاص فطور ما يجي بولين. ايش هذا؟ منو تريق؟ وين شو تريق اليوم هو؟ شباب شباب كل يوم شباب شباب. صلاح هذه منو؟ هاي حلالة. لا من الحناية. صلاح الحين هاي منو؟ حنانة. لا أم الحناية. أمي حنانة. وهاي منو اللي عدالك؟ دواركة. باكة. هي دواركة. كيف يعني؟ لاكم شو بلاكم؟ شو المشكلة؟ تحكي كذي؟ بلي صلاح شو بلا صلاح شو مشكلة؟ أنا سألوا إريد كيس أقرأت مدى مال بدري. زين بلا هني دي بلا هن. بعدين هذا واجد سوي كذا. أنا كم فلوسي يجي؟ في عندي أتين جادية هذا. إيديك تحكي كذي؟ إيه. في فلوسي يجي. بس هذا فروج يجي منينا؟ دوارك. There's man coming. بابا كيس يا الله. يلا go. هي معلومه قلت صلاح ما معلومه قلت معلومه انجلش فرنش. بكره ما في اكل. اوكي.
بكره بيسوي لك شراتين صراحه بيض وبسطرمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير، مساكم خير ونور ورضا وسرور وبركه من رب غفور. البارحه طالت اعماركم في الليل، تميت الدندن وياكم، رمسنا عن موضوع التشهير والتعليق في العام ولا لا لا من هالقبيل يعني، وعلى ضوءه يعني يتني ردود وايده من ضمنها هذا البوست اللي توني حطيته، وحبيت اني اشارككم في هالبوست والتعليق الرد اللي يمنه اللي فيه، واحب اني انا بعد ابرر الكلام اللي قلته واظهر اللي في خاطري، اسب الاخ اللي فهم ابوي هو وغيره فاهمين الموضوع كل ابوي على اليمب اللي يريحهم من الاذن اللي يوزلهم على الطريقه اللي هم يبونها على هواهم. البوست اللي انا حطيت لكم اياه هذا حين هذا محتواه يقول الشخص اللي مدبنه انه يستوي انك انت تشهر بالعام قدام يهت الله وعالمه، يستوي انك انت تشهر بالعام قدام يهت الله وعالمه، يستوي ما بعيب ولا بنقود في شرعه. واستشهد بانه سمو الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي الله يحفظه ويطول بعمره، انه اعلن قدام في الصحافه وقدام العالم عن احسن 5 مراكز واسوأ 5 مراكز في الدولة، فأعلنها للملأ عادي في الجرائد وفي الصحف وفي تويتر. اللي طلع وقيم وحط التقييم هذا حاكم إمارة رئيس مجلس وزراء الشيخ محمد بن راشد، وهالوزارات وهالدواير تحت أمرته تحت أمره، طلع وقيم المؤسسات اللي هو مسؤول عنها لأنه من أولي الأمر والي الأمر يقيم الجهود هذه اللي مبذوله، فلذلك يظهر بالترشيح شو اللي رشحه وشو يرتئي صح، هو راعي الامر وهو اللي يظهره وهو اللي يقوله. القاضي وهو قاضي، القاضي وهو القاضي، يوم كيف وصل الى مرحله ان يكون قاضي؟ وصلت عنده الكفاءه بان يحكم ما بين البشر، يحكم ما بيننا نحن يا عامه الشعب، نحن يا العالم، نحن ما نحكم على القاضي، لا القاضي هو اللي يحكم. انت هالحين منو جنابك؟ شو تكون يوم انت ناش توك متفيج تنتقد مؤسسه فيها هالكثر 1000 خريج وهالكثر 1000 موظف وهالكثر سكرتاريه وكلهم ناس فيهم خير؟ من انت؟ انت من تكون؟ انت حين نفترض دكتور بروفيسور عالم ايا كان انتقدت الوزير الفلاني او البروفيسور الفلاني او الرتبة الفلانية وحطيت انتقادك على العين والراس، انت في تكافأ بينك كدكتور وبين العالم، او بينك انت استاذ الجامعة وبين العميد، ما شيء خلاف. اللي كتبوا التعليقات اللي تحتك هاي الكلهم اللي كتبوا التعليقات وكل كتبوا الكلام اللي يوز واللي ما يوز اللي من عرا وبرا، تعرف شو مستواهم التعليمي انت؟ هل في تكافؤ بين انسان عنده سادس ابتدائي يرد يعلق على يرادد وزير متخرج من جامعات ومعينت ان الحكومه برتبه وزير؟ اللي ينتقد الوزير اللي مثله ومعاليه اللي أدنى عن مستوى الوزير ما تقدر أنت، لأن ما في تكافؤ بينك وبينه، ما في مجاراة. شاعر ما يشاري شاعر عادي بين ولد البارح وولد اليوم، شاعر المخضرم يطالعوا شاعر شراته، ما تروم أنت حينه تكتب نقدك على العام وتسمح من بعدك كل من ينتقد وزير هذا منو معيننه؟ منو حاطنه في هالمنصب؟ منو حطه في هالمنصب؟ منو اللي حطه؟ هو اللي ينتقده، هو اللي يمر. ما تقول انت فعل وترك وسوى وما سوى، ليش؟ لانه ما شيء تكافئ لمرات. وخلاصة الكلام، الشيخ يوم ينتقد مؤسسة تعدل من وضعها، الشيخ المعذب يوم ينتقد وزير يجاوبه الوزير،
يعدل من الوضع، يصلح، يعدل، يرتب. سلمنا بالأمر، شيخ العين فوق الرأس. لكن شخص عادي عنده ثالث ابتدائي أو أول إعدادي يحط تعليق وراء تعليقك أنت، وتعليق ثاني من وراء، وتعليق ثالث، وتعليق خامس وعاشر وعشرين، يوصل إلى مرحلة شيء يسمونه مشادة كلامية. مشادة كلامية هاي توصل إلى مع وضد، أنا مؤيد وأنا ضد. وهي الله يحفظكم اللي مع وضد 10 15 20 100 200 يستون ساعات بينهم يندسون 3 4 7. هاي حسابات وهمية، وين جايين؟ وين متنتين؟ وشو يبون؟ شو يبون؟ هاي اللي مندسين شو يبون؟ اللي عنده هالحضارة وهالدبلوماسية وهالبلاد الفنانة وهالعمران وهالدراسة وهالتطور وهالطب وهالمعازيب اللي كرمهم أبوي مغطي مطلع الشمس، ووصلوا أبوي رواد فضاء من 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 عيال هالوطن، وصلوا إلى كبد السماء، وصلوا أبوي علماء، وصلوا أبوي المريخ، وصلوا الدنيا كلها. وصل جوازك ورقم واحد، كيف ما تبي يكون لك عدوان؟ بيض بلا والله لا والله من انهم هالثلاثة لو 70 عدو بين دسون ابوي بين هالكومنتات بعد جليل، شو التحرون؟ هذا ابوي هذا ابوي اعداء النجاح يندسون في النصيفة، يدسون لك ابوي السم، يدسون لك العسل في نص السم على اساس انهم قلبهم وهم يبوك يدورون العذرة. الحين الله يحفظكم البلاد ما بمقصر الحكومة، جميع التطبيقات موجودة، عندك نقد، عندك شيء كلام بتقوله، شيء بتوصله، ادخل ابوي على سيستم التعليقات، وهذا اللي خاص في كل وزارة وفي كل دائرة وفي كل حكومة في كل مكان. بالتشهير، انا ضد التشهير، انا وغيري كل انسان عاجل ضد التشهير، ضد التشهير وضد ان عدوك يعرف أخطائك وين اللي أنت حين جالس تهبها قدام يا تلا وعالمه، تنشر غسيلك على ما قالوا المصاروة، تنشر غسيلك كاشوفي عيشوفي الناس كلها تشوفه. منو المستفيد؟ اللي بين التعليقات هاي هل بالحسابات الوهمية، ما واحد فيهم بتلقطه حساب حقيقي، كلهم حسابات وهمية. شو تحرون؟ دعوة وتوها واصلة، حب نقراها لكم، منو عرسه وشو علمه وشو خبره. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يسر الدكتور أحمد سالم سعيد محمد آل سودين، دعوتكم لحضور حفل الاستقبال مقام بمناسبة زفاف أنجاله ذياب ومنصور وهزاع. ذياب بياخذ بنت خليفة سالم علي البلوشي، ومنصور بياخذ بنت عبد الله سعيد محمد البلوشي، وهزاع بياخذ بنت محمد سعيد ناصر آل سودين. وذلك في وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24/9/2019 الساعة 4 العصر قاعة هيلي الأفراح. على فكرة فاتحين ماخذين القاعة بكبرها، ما حد وياهم شريك، ما شاء الله عرس عود. للنساء يوم الأحد الموافق 29/2019 الساعة الثامنة مساء. ودام دياركم عامر ابن الأفراح مسرات، جنة الأطفال منازلهم لا يختلف اثنان في ذلك، ممنوع التصوير نهائيا بما فيهم أنت يا خالد وخالدي. حاضرين اللي تامرون عليه. يوم طالت عماركم عندنا حال مشروع، مشروعنا اليوم مميز، مشروع أبوية غير نمونة، يا من عمان من دار الطيبين، عسل نقير. هذا أبوي سمر وهذا سدر، نمونتين، نمونة سمر ونمونة سدر، علبة مغلفة جميلة فنانة. عسل شو يسمونه؟ عسل بطويق. العسل بطويق عبارة عن شو؟ اللي هو العسل الجبلي المحلي والذباب صغيرونه، ما يسمونها نحلة، بطويق يسمونها، صغيرونة كبر النملة. وهذه هي اللي تنتج نوعية العسل هذا اللي هو السمر والسدر. وعندهم بوي هل بالمشروع هذا
عندهم ابوي انت يبيعون ويوردون ويصدرون للعرب كلها البان الحوجري بعد عندهم بعد نوعيه جميله وفنانه ريحتي حتى نفاذه قويه قويه للغايه وهذا ابوي كرتم مشروع نخبه من شباب عمان الطيبين الله يحفظهم يبون اجود انواع العسل العماني من سدر ومن سمر عسل طبيعي 100% عسل محلي مش تربيه فرق بين التربيه والمحلي يسمونه عسل بطويق الذباب يسمونها بطويق يجنى ويتم جني وجلبه من الكهوف والوديان ما بمن مكان واحد لا من عدة أماكن وهذا أبوي مكانهم وهذا أبوي رقمهم وعلمهم وخبرهم أحب أنزله لكم شباب عمان بخير تعريولي بسم الله أقولكم فشباب عمان نتمنى لهم التوفيق السوق العماني يدخل بلادنا على العين فوق الراس نروح بلادهم بعد على العين فوق الراس نحن لنا الحشم والكرامة في بلادهم وهم لهم الحشم والكرامة في دارنا ودارهم ومليون مرحبا بعمان وما حاش حوشة وعسل عمان يضرب بالوصوف من سوة الدنيا لب من يوم ولب من يومين ويسدك للتغليف كهدية وكمنظر جمالي وهذا البانهم الحوجري بعد البانهم الحوجري روحه من بلادهم من سفوح يبال عمان كنت يا ظفار جبال ظفار جبال ظفار فيها ابوي البان الفنان الله يوفقهم ويوفقهم ريولي شي ظاهره في التصوير ما ادري يلا شكرا جزيلا. هذا عسلهم هذا شو السمر خالي من الرطوبه 100% ولا نفه رطوبه فيه وريحته تضرب في خمرة الراس ما يبالي كلام عسل مضبوط رقم واحد عسلهم رقم واحد طعم ذوق وايد فنان فوق عن فنان الغلط هذا معناته انه ما في رطوبة حاطينه في منضج لين تبخرت الرطوبة عنها عنه كاملة فبا تنزل قطرة ريحته سدر ريج يباب سدر قرنتي 100% حرورة السدر وطعم السدر ريحة السدر موجودة في عسلهم 100% ان الشغل مضبوط ما يختلف اثنان في ذلك الله ييسر امورهم ويحافظ ابوي عمان وما حاش حوشه رقم واحد انا والله تخيل ما عرفتك لا بسبور الله يعزك اي والله وهاللي قدام مدامتك ومش خايفتك ما كريمه كريمه مرحبا مدام
الطاقم اللي تشوفونه موجود في مدينة محمد بن زايد، مصورين ومعدين ومخرجين وهالممثلينها كلهم الحين موجودين يجهزون لقطات الفيلم. ابتدى التصوير اليوم، هذا الحين هم يجهزون مقطعهم هم وخلاف. انا عاد ما ب هذا اللي قال اكشن. ساوند سبيد بشهد 44 تيك 4 مارك ستاند باي 3 2 1 اكشن. وقفي ماشي هيك، هذا تشيلينه وتوديني في الثلاجة. هذا يا لس روحي يشتغل هني. منو هذا اللي في ازمه ماليه زين؟ خالد. هذا المخرج العود ما اعرف يطالع العمل هذا المخرج العود وهذا المخرج الثاني الصغيروني. حلو معايش شيء طبيعي، استراحه بين الممثلين والمنتجين والمصورين وكل هالعرب. ما عليه، كلهم ابوي العرب ياسين. لا لا لازم اي استقبال محبوب الجماهير. والله محبوب الجماهير. كيف حالك؟ الحمد لله طيبه. اقول الحين في شو دورك في التمثيل؟ انا عليا محمد ودوري حرمه عيسى. هذا يا هلا يا هلا يا ابو محمد، ترانا طالعين باسامينا. والله اي نعم. الحين اسمك الصدقيه عليا؟ اسمي عليا وطالع باسمي عيسى. عيسى عرب. عيسى عرب. نعم والله. معرف الأول ناس في رحيم يسمون بيتكم حسن عرب، ما يدرى كم من منهم أنت. شوف هل ياك الأول محب منهم في الدمام؟ لا عدنا 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 عدنا. أقول لك أنت من الشارج أنت؟ الشارج. بس هم عيال أبوي يتواصلون وياي حريم عيايز ما أدري هم. هي والله يحال شوف. أقول ما عليك دامك في الفيلم. دامك أنت ويانا في الفيلم. هالصغر يا أبو. مبسوطة ويا الطاقم هالعود كم أكبرهم؟ هي طاقم يمية. اي والله ما كثرهم. والله ما عليهم كلام. وتحسين ان شاء الله العمل بيكون ناجح الفيلم 100 100 والله. بس ترقبونه على فكره القصه الفيلم في منتهى الروعه. صح. هذا سبب قبولي اني انا ادخل في عالم التمثيل. قصه الفيلم عجبتني القصه، ولا بحياتي ما فكرت انا في هالموضوع. والله صراحه من سيناريو حتى السيناريو انا متاكده بيعجب الجماهير. ان شاء الله ان شاء الله. الله ييسر امورك امورنا امور كل مسلم يا رب العالمين. وعروس ما تروح قاعدين عليه وانت تتوج عروس غلفه حلوه. واحد كبير وين تطويل معجبات انت بتضيف لنا حبيب قلبي روحك فنك القبول وعندك كاريزما فانت اللي بتضيف طالع منك رب الفن اللي بيضيف انت اللي بتضيف له وجودك ما تقصرين يا رجل يا رجل احساسك يا بنت احمد. هذا ابوي اول مشهد للفيلم في هالسياره الفنانه زوزاكي. اول مشهد في للتاريخ هذا مع ابو محمد في تاريخ حياتي. ان شاء الله راح يكون شيء ناجح وفنان وذو مغزى. شوف للذكرى رقم واحد المشهد 65 الشوط الاول. شكرا شكرا مخرجنا الحبيب. هذه غرفة المخرج او مكان المخرج. هذه كاميرا الستاند باي. هذا طاقم التصوير كله. لو قوه هذا خالد يستعد. لو قوه السيارة خليه برا بس ما نشوفه. غند الليل ده عشان البطارية ما عيد ما عليك كمر. والله
في الضوء عشان ما ينام. ليت ليت اسمع خلاص بعدين هلا المخرج بس تحفة. بس المخرج بالواقع مختلف عن الافلام جدا رايق جدا جدا رايق المخرج. استاذ وائل ازيك يا عسل؟ اهلا اهلا منور نورت الامارات مرحبا بك استاذ وائل. شو امي اكثر الافلام المميزه اللي صورتها انت؟ يعني والله افلام كثير في مثلا 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 اخر شيء في مسلسل كان اسمه ارض جو يمكن يتشاف في الامارات كثير. العام الماضي كان في مسلسل لحماده هلال اسمه ابن اصول. نعم ده اخر شيء كافلام. كافلام في محمد سعد حياتي مبهدله. ايه في شاركت في بعض افلام برضو كثيره في مصر يعني. يعني مش متذكر كل الافلام بس شاركت في افلام لمحمد اللي فيها ابطال حلمي. معروفين منو شاركت في؟ احمد حلمي. وشاركت في ابطال مصريين كثير زي اسر ياسين زي احمد عز. شاركت في افلام يعني في مصر. بارك الله فيك ومرحب بالامارات ومبسوط اهلنا وناسنا جزاك الله خير. احترام حقيقي غير عادي. الله يرحم والديك. شكرا شكرا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أبو محمد. والله بخير الله يطول عمرك. بخير الله يطول في عمرك. يا مرحبا يا مرحبا. نحن من يومين أو نهار اليوم ثالث لنا. نعم جيناك في مركز الانتخابي في يوم جيناك قلت لنا فيه عن الدراسة اللي تمجهزنها بخصوص الدعم الاجتماعي. طال عمرك هذا ابتكار في برنامج الدعم الاجتماعي المتميز. هذا البرنامج طال عمرك يشمل اللي هو كبار المواطنين وأصحاب الهمم والمطلقات والأرامل والمتقاعدين والزوجات لغير المواطنين. نعم طال عمرك البرنامج هذا عبارة يعني تقصد المواطنات؟ المواطنات طبعا. نعم. طبعا. نعم. المواطنات. البرنامج هذا يا طويل العمر فيه خصومات تصل في البرنامج من 50% إلى 100% في جميع القطاعات سواء الحكومية كانت الخدمات الحكومية أو حتى في المشتريات. وفي بعد إعفاء من اللي هي وسائل النقل العامة بالحكومة. وهذا البرنامج طال عمرك بيخلق نوع من الدعم اللي بيكون مناسب لهذه الفئة من المواطنين. لأن مواطنين الدولة يستحقون الكبار المواطنين وحتى أصحاب الهمم والمطلقات والأرامل الدعم هذا بما سوف يساعدهم في عملية يعني الأمور المعيشية. نحن أبو محمد دائما نأتي بابتكارات جديدة لجل المواطنين وما يهم المواطنين. اليوم مواطنينا بالدولة أبو محمد يبحثون عن حلول وابتكارات جديدة تسعفهم في حياتهم بشكل مباشر. وايد هالعرب اللي تمني وبعطيك وبسوي وبفعل وبترك، هل اللي انت مست عنه في له دراسة موجودة على الواقع؟ طبعا أبو محمد موجودة الدراسة، وهذا من أحد الأمور في برنامج الانتخابي. أبو محمد أنا دائما إذا بطرح أي موضوع في برنامج الانتخابي أو فيها يعني الأمور هذه لابد أن تكون لها دراسة. الدراسة موجودة وبنعرض لك إياها طال عمرك وبتعرضها أنت عندك على السناب إن شاء الله. أبو غيث. نعم طال عمرك. أنا مواطن قاعد. صحيح من هالكثر سنة وانا بعد تراني متقاعد ابو محمد الشيخ. الدعم هذا اللي انت تقول عنه المتميز. نعم. شو بيبتني انا منه؟ شوف طويل العمر اليوم انت عندك رسوم حكوميه في كل شيء معاملاتك الحكوميه العامه انت تدفع عليها رسوم. اكيد. انزين انت كمتقاعد اليوم الدخل مالك تعتبر من الدخل المحدود. طويل العمر لازم نحن نفكر فيك بس بطريقه دعم حكومي مميز. فالدعم هذا بيكون عبارة عن أنك تحصل إلى خصومات من حيث الجهات الحكومية زايد مشترياتك. أبو محمد أنت عندك مشتريات والتزامات منزلية. نعم. عندك عائلة. العائلة هذه أيضا أبو محمد لازم أنت عليك بعد تحصل على دعم في المشتريات هاي تصل إلى 50%.
بين 50 وبين 100 أبو محمد. حتى الدراسة هذه أنا ما أخذتها يعني محليا، أنا أخذتها محليا إقليميا دوليا. يجب علينا أن نحن نكون في الدعم الاجتماعي متميزين، والتميز بالدعم الاجتماعي يجب أن يكون يرقى إلى الناس اللي ذكرتهم أنا، من هم الكبار بالسن وأصحاب الهمم والمطلقات والأرامل والمتقاعدين وزوجات الغير مواطنين. كنا وما زلنا لين الحين أبوي ها قاسين نصور مكده مكدة اليهد لا تتحرون شيء بسيط. والله يا أبوكم يا ابن يعني شيء متعب فوق عن اللازم، فوق عن القاعدة فوق عن القاعدة، شيء متعب فوق عن يعني ما كنت أتوقع أن الشيء لهالدرجة متعب أبدا. من الساعة 2 الظهر والحين الساعة 12 يعني ما يندر كم ساعة، 10 ساعات، هذا كله لتأدية مقطع 3 دقائق. زادهم بوي يتكسرون هاللوادم اللي يمثلون علشان 3 دقائق تصويع وكت وكت واكشن ومكشن وسكشن وما اسميها شغلة. لكن ان عدت لا 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 اكون انا من الضالين. توبة سدني وتمزر بطني، شيء متعب زيادة على اللزوم، متعب متعب. اكشن امين. هذه 200 درهم، جيب الاثنين كرك رقم واحد والباقي من ال200